وهنتكلم دلوقتي عن نادي فيوتشر. نادي فيوتشر رغم الخساره قدم مباراه كويسه جدا، والفضل يرجع لتامر مصطفى. تامر مصطفى كان حافظ نادي الزمالك كويس جدا، وقدر يقفل على نادي الزمالك العمق واطراف الملعب، وعمل كثافه عدديه في كل مكان في الملعب. تامر مصطفى مدرب كبير، واعتمد نادي فيوتشر على شكل 5-4-1، قفل عمق الملعب بشكل كويس جدا، وكمان شكل الفريق كان بيتغير برده ل 5-3-2، وكمان اتغير برده ل 6-3-1، واعتمد على التحولات الهجوميه بعلي زعزع واحمد عاطف. فيوتشر ما كانش بيعتمد على البناء من الخلف، لا، كان بيحاول ان هو الحارس يلعب الكره الطوليه ويحاول يكسر الكره الثانيه، علشان كده بدا باحمد عاطف وعلي ياسر. ومن ذكاء تامر مصطفى استغلال الجهه اليمين عند نادي الزمالك بسبب شيكابالا دوره الدفاعي معدوم، فالجهه اليمين في نادي الزمالك كانت مخترقه بعلي زعزع وجوناثان. فيوتشر كان ناجح في تحقيق تفوق عددي دايما على الاطراف، ازاي؟ بثلاث لعيبه، بالباك والظهير ونص الملعب وصاد وينج نادي الزمالك وباك نادي الزمالك، وده تفوق وخنق لعيبه نادي الزمالك على الاطراف. فيوتشر كان ناجح في تحقيق تفوق عددي باستمرار على الاطراف بثلاث لعيبه، الباك والوينج ولعيب نص الملعب وصاد لاعبين من نادي الزمالك. ونجح نادي فيوتشر ان هو يضايق نادي الزمالك في مراحل خروج بالكره، ازاي؟ علي ياسر كان بيضغط على قلبين الدفاع بتوع نادي الزمالك، محمد فاروق بيضغط على فتوح، محمد صادق كان دايما مع دونجا، واحمد عاطف ناحيه عمر جابر، وكمان غنام محمد كان مان تو مان مع اوباما، فكده نادي الزمالك ما يعرفش يخرج بالكوره، فاعتمد على الكرات الطوليه بشكل كبير. علي زعزع، علي زعزع من اهم اللعيبه في فيوتشر في مراحل البناء المختلفه سواء في الدفاع او في الهجوم، عمل مباراه قويه جدا، وقدر هو وجوناثان يعملوا ازعاج نادي الزمالك في الجهه اليمنى، وكمان في مراحل الضغط علي زعزع معدلات جري كانت كبيره جدا. الصوره دي بتوضح هيكل نادي فيوتشر ازاي. علي زعزع ومحمد فاروق قافلين الممرات الداخليه، وغنام محمد في العمق، وعلي ياسر واحمد عاطف مستنيين اي تحول هجومي، واللي ساعدهم على كده واللي ساعدهم ان هم كانوا متميزين سوء انتشار لعيبه نادي الزمالك. كان المفروض يوسف اوباما نزل هنا حاول يستلب من اللعيبه اللي جايه من ورا. وفي النهايه نتمنى التوفيق للفرقتين، والسلام عليكم.